لا لا يا جماعة الخير، عم يصير هون أمامي شاب عن جد بشي مو طبيعي يا أخوان. أنا أول ما دخلت هذا الحدث شفت فكرته سكين، فكرته شيء عادي، بس لا يا جماعة طلع هذا مو سكين ولا أي شيء، حيوان. يبقى هو حيوان بس، ولكن حيوان ونفس الوقت تستخدمه كان بربر أو ما أعرف شو عم بيصير يا جماعة. ركزوا معي كيف طلع سلاح. سلاح طلع شو السلاح؟ طلع سلاح شوتجن يا جماعة، اسمه الجرو في اليد. وتبدو جايبين عنا هون اثنين ضرر يا جدك، اثنين ضرر يا اخوان، اثنين ضرر وفيه اختراق دروع. ونفس الوقت لسه ما خلصنا يا جماعة، طولوا بالكم لسه في شيء كتير تاني معنا العجلة وفيه معنا بكل معرفة. معنا بمعرف شو قصة شباب مع الشيبة هالفترة، ما عارف شو عم يصير هذا الشيبة، هذا الثعلب ولا الكلب ولا بعرف البو شباب حديد انتبه بالتعليقات شو هو. ركز معي كيف هون معنا لسه في عنده رقصة تانية يا جماعة. هالرقصة معنا اسمها هل شوف الديستريكشن تاعت معلم، هل يستطيع كلبك فعل هذا؟ فرج بيصيرون يا جماعة جد الوضع غريب عجيب عم يصير. وانا يا اخوان اول ما دخلت فكرت هذا سكين ولا شيء، لا لما دخلت قلت لا مو طبيعي، طلع شوتجن طويل. حبيبي كريم الله يسعد ليكم، مثل ما انتم شايفين يعني المقدمة يعني طولنا كثير بالمقدمة. المهم حبيبنا رح ندخل على الحرب. لا طب جاهزين ليتس جو، يلا نشوف الوضع شو راح يصير هون. نبلش مع الليم مون، عندنا توكن كالعاده شاب حدث عجله شيبا. اوكي عندنا رقصه وراح نحاول نجيب هذا نشوف عجب. هل يا ترى هذا الشوت جان، هل يا ترى لما تضرب هذا الشغل بيطلع له صوت يعني مميز ولا شلون؟ نشوف مع بعض. هات نشوف اول لفه جاب لتكيو. اوه شو ها توكن، اول توكن حلو، ان شاء الله يعطونا اكثر من توكن ولا شلون؟ ما في معلم توكن. اوكي نكمل في اللف. جاب بدنا توكن ثاني يا معلم، بدنا توكن ثاني يا برو، بدنا توكن ثاني. اوه هذا توكن، اوكي اعطونا توكن واحد، توكنين صار معنا يا شباب. هلا ما شفت شو صار يا جماعه. اوه شيء اصفر، شيء اصفر، شيء اصفر، ويلي شيء اصفر يا شباب. اوكي حسنا شفت شيء اصفر يا جماعه. شو هذا الصندوق؟ الغنم صنع. يا جدك اصبر شوف شو هذا الاصفر محطوط معلم. يا سلامي والله، شو جاب الاصفر هذا معلم. يا الله اوكي نكمل، بس خلينا نشوف شباب شو الامور اللي يلزم هون. اوكي لازمها 35 توكن و 18 عشان نجيب الرخصه هي يا جماعه. اوكي يلا ليتس جو، خلينا نشوف نكمل باللوز. هات ليش اوه اصفر اصفرين معه. لا 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 ما هو عيب عليه اكيد اكيد يعني هذول ايه جدك يهديك يا رب. اوكي بدنا نكمل ناتو. يا معلم شو هالحظ، هات نضرب معلم شوفوا، اعطونا توكن من توكن يا جدك بلو. شباب نعمل هيك على السريع تمام، نعمل هيك خطي ونشوف ويلي ويلي. هذا نقول لي تسعة، اعطونا توكنين بلو يا معلم، توكنين يا زلمي. يا لطيف بعثنا توكن والله يا شباب. يلا 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 تكن 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 ما بدي يا اخي ايش شك. انا بعرف حظي الشباب، بعرف انا حظي يعني شلون، انا بعرف بملك بسرعه لان انا بعرف يعني ما يعني فاضي. هاي صار عندنا 3 توكن. اوكي صار عندنا 19 توكن يا جماعه، صار عندنا 19 توكن يا اخوان، ولازمنا كثير شباب. ويلي 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 كم توكن لازمنا يا جماعه. يا الله قولي يلا اكتم التوكن معلم، اكتم التوكن يا برو، ابيعتم اكتم التوكن يا شباب. يلا يا جدك اكتم التوكن يا جدك، يلا يا معلم، يلا يا برو، يلا يا برو. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا معلم. يلا 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 هات نشوف كم صار معلم. صار معنا 35 لازم. والله الوضع مطول يا جماعة. اوكي نكملوا. يلا اعطونا اكثر من توكن يا شباب. اوه ها كفو، ها هي 5 توكن كفو حلوة. 5 توكن شباب. اوه بلش الوضع يصير باللوز يعني عليكم. حلو. هات نشوف شباب كم صار عنا. عمنا 41 يا جماعة، كم لازمنا؟ لازمنا بالضبط شباب، لازم يكون معنا 53 توكن عشان نجيب كل شيء. تعال شلون. اوكي.
اوكي 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 خاب حلو 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 لازم اوكي باقينا كم توكن تمام 48 يا جماعة تمام تمام 48 يلا باقينا شوي كمان حبيت كمان يلا باقينا كمان شوي ليتس جو يلا يا معلم ما بيطلع يلا انا شو متحمس كيلا اشوف اشوف هذا الشوت جان معلم على الرقصة كمان يعني معقول معقول هذا الشوت جان معلم يضرب يطلع له صوت خاص ولا شلون هي والله سامع 35 انا ما اعرف معلم حظ البيض اوكي نعمل هون استبدال ندخل متحمس كثير يا شباب متحمس كثير لاشوف شو 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 شكل اوه شيدي جين يا معلم جيبها شيدي جين باللوز ونحط هالرقصه كمان يلا معلم انت يا جميل اوكي تجي لهون دغري نروح نعمل تزويد للرقصه وانا كمان 900,000 دولار يعني صرفت تقريبا 4000 3000 المهم شباب اجي لهون اجي لهون على الرقصه شوف هالرقصه يا شباب ويلي طولي بالك نحط هاي هون نحط شو نحط بداله معلم غير نحط وش نحط وش نحط وش نحط هاي نحط بيت هاي نحط هون اوكي تمام شوف الاسلاح شوف الاسلاح شباب ضروري الاسلاح الشوتجن وين الشوتجن هذا الشوتجن شباب شوتجن هذا وين الشوتجن طويل يا جدع هذا هو هذا هو شوفوا لي شباب ايوه طبعا السمات شباب موجوده عندنا هون يا جماعه سماته 2 ضرر اوكي ضرر واو واختراق دروع اختراق دروع بدقته خفيفه بس ولك يا شباب شيء حلو هذا بعلم نعمل له عرض في الفريق شوف 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 كان ايوه اللي بيدك يا شباب كيف راح يضرب هذا بعلم اقسم بالله يا شباب مو طبيعي اصبر اشوف اختصار اختلاط الاقصال الخاصه عرض في الفريق اوكي اوكي تمام شوف ال يا لطيف مو طبيعي شباب مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي يلا جرب متحمس كثير ادخل على التدريب وهي الرقصة شكلها معلم يعني ما بتوقف تبقى واقفة يعني عجب هل يا ترى بنستخدم الرقصة وبنخلي اللاعب يمشي ولا شو؟ ندخل نشوف اوكي نعمل هيك اذا يمشي شو يصير اوكي نعمل هيك اوكي والله صح والله والله ما توقعت شباب والله ما مو طبيعي والله مو طبيعي شباب عن جد هذا الشيء مو طبيعي شباب يا الله فرج البيض مبارك يا شباب لا 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 فرج علم فرج والله دمجوا ستوري فرج 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 عم بربر يا معلم قلت شوف الوطن معلم اوه كريمينال والله يا شباب والله معلم لا 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 هذا شباب اي شيء باللوس عم يتعمل اخونا نجرب الوطة مع اللعبة شوف لو شوف لما تجيب هيد شو بيصير له يلا يا شباب مو طبيعي والله العظيم اصبر شوف طول بالك شوف الكلب شوف الكلب لا 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 ابو شريك لا لا ابو شريك طول بالك نحاول نجيب هيد شات يا زلمة نجيب هيد شات مع اللعبة شلون تعال يا ابو شريك ول تعال ما فيه صوت شباب لا لا معقول شباب اليوم الجاي والله جاري ويلي اوه والله باللوز باللوز والله يا شباب اشوف الرقصه جميل الرقصه يا شباب في الرقصه جدا لا لا شباب لا الصراحه صراحه باللوز صراحه يعني بكل صراحه يا شباب هاي هذا الشيء باللوز اصبر شوف نكمل كمل طريقنا نجيب وان شوت يا زلمه ملقلق هذا ويلي يا ملقلق معلم ابو شريك يا الله معلم لازم تضربه هيك معلم تبربر معلم تسمع الصوت بس عم بلعب تايم انا مو طبيعي يا اخي والله الصراحه مو طبيعي مو طبيعي عن جد شباب مو طبيعي سووا لك جزء جامد الله يسعد لي اياكم يا اساطير الصراحه يعني ماكس بتوقع هذا الشيء فكرت اقول له صوت بس يعني عن جد شيء باللوب عن جد شيء باللوب يا جماعه عن جد شيء يعني كثير كثير حلو يا شباب يو حبايبي الله يسعد ايديكم هيك بكون تمام مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا معنا صراحه كان يعني شيء غريب عجيب شيء تغير اسطوري صار باللعبه يا شباب سو اتمنى لكم يوم سعيد وشكرا لوجودكم معنا لا تنسوا اللايكات والشيرات ونشوفكم على خير السلام عليكم لا لا عن جد عن جد شباب لا لا مو طبيعي مو طبيعي شباب صدقوني
يلا يلا يكفي بس يكفي. سلام، باي باي. هاي.